السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، ويا ريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة نتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتتم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. يلا مع بعض ندخل ونشوف إشارتنا النهاردة وإزاي أقدر أخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجيلك عليها بكلمة واحدة أو بكلمتين. النهاردة معانا إشارة من الباب السابع، برافيزو دي ديفيسيوني، إعلام بتغيير الاتجاه. ده إشارتنا النهاردة، برافيزو دي ديفيسيوني، إعلام بتغيير الاتجاه. النهاردة هخليك تحل الأسئلة اللي ممكن تجي لك عليها بكلمتين اتنين وبس. ايه هما؟ كلمة ستة تورنولاتي، ستة طن، ستة طن، ستة طن من غير السورباسو. اي سؤال فيه ستة طن قول له فيرو وانت مغمض، ما عدا لو ما يجي لك ستة طن ومعاه سورباسو تبقى فالصو. كلمة تانية كلمة كانتيرا، طبعا كانتيرا على طول همشيها طول ما الخلفيه بس باللون الاصفر، طول ما الخلفيه صفرة تمشي معاها كانتيرا او لافورو ان كورسو، يبقى ستة طن من غير سورباسو وكلمه كانتيرا. طب ما ندخل احسن على الاسئله ونطبق الكلمتين دولت ونشوفهم ازاي بيكونوا في الاسئله. اول سؤال معايا محتاج هنا اعمل ايه؟ ادور على ستة طن من غير سورباسو وكانتيرا، ادي 6 طن اقول له فيرو. رقم 2 6 طن فيرو، 3 6 تورنلاتي فيرو، 4 6 تورنلاتي 7 طن فيرو، 5 كانتيرا فيرو، رقم 6 كانتيرا فيرو، رقم 7 ادور على 6 طن، هنا 6 متر ناخد بالنا، هنا 6 متر مش 6 طن يبقى فالصو. 8 6 طن او كانتيرا مش موجوده فالصو. 9 ادور على التاء، هنا كلمه 6 تورنلات 6 طن موجوده اهي، بس في ايه؟ فيه سورباسو، طالما 6 طن جيت معاها السورباسو يبقى فالصو. رقم 10 ادور على كلمه 6 طن او كانتيرا مش موجوده تقول له ايه؟ تقول له فالصو. كده يبقى انت حليت كام سؤال؟ حليت 10 اسئله اللي هم كل الاسئله اللي ممكن تجي لي على برافيزو ديفيسيوني بير الفيكولو دي ماسا سوبريوري 6 تورنولاتي. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم بكلمتين اتنين وبس، 6 تورنولاتي من غير سورباسو وكانتيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.